الرئيس السيسي يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية 31. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لقمة كوب 27 للمناخ بشرم الشيخ. روسيا تتهم بريطانيا بالوقوف وراء تخريب خطي أنابيب غاز نورد ستريم في بحر البلطيق. 3 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية 31 والتي ستعقد على مدار يومي 1 و2 من نوفمبر بالعاصمة الجزائر. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. أضاف متحدث الرئاسة أن قمة الجزائر تهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة المتعددة، وذلك على المستويين الدولي والإقليمي، لا سيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية. وسيتضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وتنطلق بالجزائر اليوم القمة العربية 31 والتي تستمر لمدة 2. وقد عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا بالأمس لمناقشة وثيقة إعلان الجزائر قبل رفعها إلى القادة. ويتضمن مشروع إعلان الجزائر كافة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، فضلا عن التوافقات التي تمت بشأن مجمل القضايا سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك الملفات المطروحة والتي تمت مناقشتها واتخاذ مشاريع قرارات بشأنها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصرية منذر أبو دوح. أهلا بك منذر. أجندة لم شمل كما يطلق على القمة العربية في نسختها 31، ما التفاصيل وأيضا الأجواء حتى اللحظة؟ تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل لم الشمل العربي، هذا المصطلح أو هذا الاسم الذي أطلقته الحكومة الجزائرية على القمة العربية فيها توحيد للرؤى لعدد من القضايا العربية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في المرحلة الأخيرة، خاصة وأنها تأتي بعد 3 أعوام
من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، لذا صعبت التحديات في المرحلة الأخيرة بعد هذه الثلاث سنوات، مما استدعى توحيد الرؤى بين الدول العربية في العديد من القضايا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وبداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي قد ظلالها على المنطقة العربية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية، وكذلك توحيد الرؤى تجاه الأزمات الأمن القومي العربي في مختلف توجهاته، وخاصة أن المرحلة الأخيرة تشهد تدخلات خارجية في عدد من القضايا العربية سواء على المستوى الليبي وكذلك الإيراني، مما تدعت الدول العربية تجاه هذه القضايا. بطبيعة الحال ستكون هذه أهم الملفات المطروحة على طاولة اجتماعات رؤساء الدول العربية والتي تشارك في هذه القمة، والتي تبدأ فيها الساعة 6 وفقا للتوقيت الجزائري، والتي تتحدث من خلال ما يقارب من 13 قائد عربي يشارك في هذه القمة والباقي ممثلين للحكومات الدول العربية. بطبيعة الحال قد أدلى السيد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتصريح حول أن هناك توافق كامل من قبل وزراء الخارجية العرب بخصوص القضايا العربية، ولا يوجد أي خلافات بين وزراء الخارجية العرب تجاه هذه القضايا سواء قضايا الأمن القومي العربي وكذلك التحديات الاقتصادية التي تلوم بالمنطقة العربية. وهذا إن كان يدل سيدل على أن رؤساء الدول العربية في القمة سيكون هناك توافق كامل ونية واضحة وصريحة بإنجاح هذه القمة العربية، سواء في دعم القضايا العربية المختلفة أو توحيد الرؤى وتحركات الدول العربية في اتجاه هذه القضايا. بطبيعة الحال وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، والتي تعتبر القضية الأم بالنسبة للمجتمعات العربية، وتوحيد تحركات الدول العربية في المرحلة القادمة لوقف التعنت الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على أن القدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين. نعم، إذن قمة تأتي في توقيتها وفي أجندتها الدسمة مختلف من القضايا، بالتأكيد سنتابع معك بالتفاصيل. منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدعم الكامل للبنان من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الجزائر. قال أبو الغيط إن استمرار هذا الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها ستكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه. وقد أوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن القمة العربية بالجزائر تكتسب أهمية خاصة حيث تعقد بعد انقطاع دام لثلاث سنوات منذ قمة تونس 2019. وأضاف العسومي أن القمة هي بداية لمرحلة جديدة من التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها الأمة العربية. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية 31 والمنعقدة في الجزائر. قال بوتين إن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية مهمة، مشيرا إلى أهمية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية. يأتي مشروع القانون في إطار اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وبتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات بصفة عامة، ومواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي إطار متابعة الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المستشفى الميداني المجهز داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات الذي سيشهد الفعاليات الرئيسية لهذا المؤتمر. وقد أكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف التأكد من جاهزية المستشفى الميداني للتأمين الطبي لمؤتمر تغير المناخ، نظرا لأهميته الشديدة في توفير الخدمات والرعاية الصحية للوفود المشاركة في المؤتمر. كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات لاستقبال المشاركين في قمة المناخ. وخلال الجولة أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى حرص الدولة على التوسع في مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية في أنشطة وفعاليات مؤتمر المناخ، مشيرة لما يتضمنه الجناح المصري من مشاركات من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن فتح سبل المشاركة في المنطقة الخضراء بأكثر من فاعلية. نعود مرة أخرى إلى الاستعدادات الجارية بشأن الدورة 31 للقمة العربية، حيث وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل الاستعدادات للقمة العربية وما تتناوله من ملفات، وبشكل خاص أيضا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى الجزائر؟ تحياتي إليك ريهام، أبدأ من حيث ما انتهنت. بالفعل السيد الرئيس كما تابعنا وصول سيادتي بمطار هواري بومادين كان في استقبال سيادتي الرئيس الجزائري لتعقد جلسة مباحثات سريعة باستراحة كبار الزوار بالمطار، من المنتظر أن تستكمل بعد أقل من ساعتين لدى تعاقب توافد وصول القادة والرؤساء والزعماء العرب للتوافد على قاعة المؤتمرات التي نحدثكم منها. عودة إلى سؤالك حول جدول الأعمال، جدول الأعمال تابع منذ 5 أيام ابتداء باجتماعات كبار المسؤولين في المجلسين الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية، ومن ثم الاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين، وانتهاء باجتماعات تشاورية وتحضيرية لوزراء خارجية دول مجلس الجامعة. انتهت أمس باجتماع تشاوري تم وضع لمسات نهائية على جدول أعمال القمة الذي من المفترض أن يعرض على السادة القادة والرؤساء والزعماء العرب في قمتهم التي تبدأ اليوم بعد أقل من 4 ساعات وتنتهي ظهر غدا إن شاء الله. أبرز ما وصل إلينا من مصادر للتلفزيون المصري أن هذا الجدول الذي سوف يبلور في شكل إعلان الجزائر سوف يتضمن ما بين 19 إلى 24 بندا. هذه البنود تتناول وتتضمن تفعيل أطر التعاون العربي للتعامل والتفاعل مع القضايا الملحة التي باتت تهدد الأمن العربي، سواء الأمن الغذائي أو الأمن بشكل عام. أولى
أولى هذه البنود في عجالة هو التأكيد على القضية الفلسطينية، لا تزال قضية العرب المركزية. البيان أو إعلان الجزائر سوف يدعو إلى إحياء مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002 والتأكيد على الحقوق العربية، دعوة الأمم المتحدة إلى تحويل عضوية فلسطين إلى عضوية كاملة في ليس فقط كمراقب في اجتماعات وفعاليات الأمم المتحدة، التأكيد على أن الأمن المائي هو أحد أهم مرتكزات الأمن القومي العربي. هناك مقترح قدمته كل من القاهرة والخرطوم سوف يتم تبنيه في هذه القمة وفي إعلان الجزائر، يدور حول قضية سد النهضة والتأكيد على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان. هناك أيضا قرار جديد من نوعه لم تتطرق إليه القمم العربية السابقة، وهو تفعيل الدور الحيوي والهام لمنظمات المجتمع المدني للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات في مواجهة التحديات، خاصة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد ليس فقط العالم العربي وإنما مناطق متفرقة من العالم على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. هناك أيضا تأكيد في هذا البيان على رفض التدخلات السافرة في الشؤون العربية وفي إشارة واضحة إلى كل من إيران وتركيا لتدخلهما في اليمن وليبيا. هناك تأكيد على أن المسار السياسي الليبي لابد أن يكون هو المسار الذي يضمن خروجا آمنا من الأزمة التي دخلت إليها ليبيا منذ سنوات، وأيضا التأكيد على أهمية حل الأزمات في كل من سوريا اليمن لبنان بطريقة تضمن مقدرات الشعوب العربية، وهناك دعم عربي لكل هذه الدول في تجاوز هذه الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية منها. في بادرة جديدة أيضا التأكيد على أن الأمن الغذائي هو أحد أهم كما أشرنا مرتكزات الأمن القومي العربي. هناك تبني لقرارات لتقديم الدعم الفني والمالي والغذائي للدول تأثرت وبشدة خلال فترة جائحة كورونا وما بعد كورونا مثل الصومال، موريتانيا، السودان وجيبوتي. هناك أيضا يعني تأكيد على أهمية اطلاع المجتمع العربي ومواصلة التعاون المستمر مع أطراف دولية فاعلة في مواجهة قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب. هناك أيضا تبني دور يعني القطاع الخاص في إقرار عمليات التنمية المستدامة في كل دول إفريقيا. الجانب الاقتصادي بشكل عام سوف كما ورد إلينا عبر مصادرنا سوف يحتل جزءا كبيرا من إعلان الجزائر. تصريحات متعقبة من السياسة الخارجية الجزائرية السيد رمضان العممرة كان له تصريح هام أمس عندما أكد أن هذه القمة سوف تخرج بقرارات وصفها بين قوسين قرارات استراتيجية تتعرض لكل مناحي العمل العربي المشترك سواء على الصعيد السياسي الاقتصادي الاجتماعي. وأكد أن هذه القمة والمجتمعون طوال الأسبوع الماضي قرروا تجاوز قمة تونس والانتهاء من يعني والبداية من حيث ما انتهت إليه قمة تونس، وأكد أن هذه قرارات القمة السابقة قرارات يعني الدورة العادية رقم 30 سوف تدخل إلى حيز النفاذ ولن يتم التطرق إليها باعتبار أنه تم الاتفاق عليها عربيا خلال القمة السابقة. وقال سنبدأ من حيث ما انتهت قمة تونس لننطلق إلى أفاق أرحب في العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة. في عجالة أيضا ريهام في إشارة سريعة أقل من 4 ساعات بتوقيت القاهرة سوف تنطلق الجلسة الافتتاحية بحضور كل من حضر من زعماء ورؤساء وقادة وممثلو الدول العربية لتلتئم الجلسة الافتتاحية. يتم خلالها هي جلسة إجرائية بروتوكولية يتم تسليم يعني قيادة ودفة العمل العربي المشترك من الرئاسة الحالية رئاسة الدورة 30 برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرئاسة الدورية القادمة برئاسة الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون. سوف يتسلم راية العمل العربي المشترك، سوف يكون للرئيسين كلمة لكل منهما في الجلسة الافتتاحية، ومن بعدهما سوف يلقي أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط كلمة الجامعة لترفع الجلسة الافتتاحية في استراحة تعاد لتلتئم من جديد ولكن مغلقة. تنتهي الجلسة المغلقة ليتم دعوة كل الرؤساء والوفود ورؤساء الوفود المشاركين إلى عشاء رسمي يقيمه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. غدا سوف تلتئم مجددا الجلسة التشاورية الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، تعقبها جلسة مغلقة، تعقبها جلسة ثالثة تشاورية أيضا معلنة ومفتوحة.
مفتوحة وأخرى رابعة، ولكن سوف تكون مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان الجزائر الذي سوف يخرج للنور في مؤتمر صحفي سوف يقوم بتلاوته وزير خارجية دولة الجزائر مطان العمامرة، ويقوم السيد أحمد أبو الغيط أيضا بالرد على أسئلة الصحفيين في هذا المؤتمر الصحفي لقمة وصفت من قبل كل المشاركين على المستوى الرسمي بأنها قمة لم الشمل العربية التي تأتي بعد انقطاع لمدة 3 سنوات ونصف بسبب تداعيات جائحة كورونا وما بعد كورونا. الجميع يعلق على هذه القمة الكثير من الآمال لتحقيق طموحات الشعوب العربية نحو الاستقرار والأمن والرخاء سواء على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي أيضا. رهان، أشكرك جزيل الشكر على هذه التغطية الوافية. مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. تفقد رئيس مجلس الوزراء المنطقة الزرقاء ومحيط المركز الدولي للمؤتمرات، وخلال الجولة تمت الإشارة إلى أن المنطقة الزرقاء تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة وخاصة تشتمل على أحداث جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل الإعلام والمنظمات والهيئات المعتمدة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 542 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 173 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 97 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط 76 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 721 قضية، من بينها 81 قضية خبز ناقص الوزن، إضافة إلى 108 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 25 قضية بمضبوطات وصلت إلى 366 طنا. أعربت مصر عن تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر العاصفة الاستوائية باينغ والفيضانات الأخرى التي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، كما قدمت مصر حكومة وشعبا صادقة مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وبسرعة العثور على المفقودين، وأكدت وقوفها بجوار الفلبين في هذا الظرف الأليم. جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للقيادة اللبنانية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة بأقصى سرعة. جدد الاتحاد عزمه مواصلة التزامه بمساعدة لبنان وشعبه للمضي قدما نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت ذاته حث الاتحاد الأوروبي القيادة اللبنانية على تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. اتهم الكرملين المملكة المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضرارا في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2، وذلك في بحر البلطيق، واللذين تم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال إن أجهزة الاستخبارات الروسية تمتلك أدلة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونسقه خبراء عسكريون بريطانيون.
بحث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا الوضع العسكري والسياسي والإنساني في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة خيارات لتقديم المزيد من الدعم بما في ذلك إعادة الإعمار. قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية إن المستشار الألماني قد أكد خلال الاتصال أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسي ومالي وإنساني ملموس لأوكرانيا والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان أيضا شولتس استمرار القصف المستهدف للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية، مؤكدا رفضه الاتهامات التي وجهتها روسيا بشأن سعي أوكرانيا لاستخدام ما يسمى بالقنبلة القادرة. ذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأوكرانية قد نجحت في استعادة المزيد من القرى وذلك في خاركيف شمال شرقي البلاد. يأتي هذا فيما تواصل روسيا القصف الصاروخي على عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. مع اقتراب فصل الشتاء تواصل روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها في فبراير الماضي، وسط توقعات بأن تحاول استغلال الشتاء القاسي لكسر عزم أوروبا على دعم أوكرانيا ضمن حرب للطاقة بدأت بوادرها بالظهور. فبعد أيام من القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، استهدف بنيتها التحتية، حرم أكثر من 80% من سكان العاصمة من المياه والكهرباء، وأعلن محافظ كييف عودة الخدمات إلى طبيعتها رغم الضربات الصاروخية على المدينة. وعلى صعيد المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأوكرانية نجحت في استعادة المزيد من القرى في مناطق خاركيف شمال شرقي البلاد. وفي سياق متصل، ذكرت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية أن وحدات المدفعية والصواريخ التابعة للجيش الأوكراني شنت 180 غارة على مواقع روسية ومناطق تمركز لقوتها في جنوب البلاد، وذلك خلال الساعات الماضية. ووسط تبادل للاتهامات بين الشرق والغرب حول استخدام الأسلحة النووية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء عمليات تفتيش في أوكرانيا على خلفية مزاعم بتطويرها قنبلة قذرة. وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى مواقعها لكشف حقيقة ما تدعيه موسكو، لكن كييف تشتبه بأن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقا إلى أسلحة نووية بعدما تكبدت مؤخرا خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا نقلت صواريخ باليستية كبيرة إلى بيلاروسيا كرسالة للغرب. أضافت وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو لديها مخزون محدود للغاية من صواريخ ES-24، وذلك بعد الإشارة إلى أنها تواصل استهلاك ذخائرها المتطورة بعيدة المدى ضد أهداف ذات أهمية معلوماتية وعملياتية محدودة. أشارت الوزارة إلى أن وضع مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا يمنح روسيا فرصة ضعيفة فيما يتعلق بضرب أهداف إضافية داخل أوكرانيا، مضيفة أنه من المرجح أن موسكو قد نفذت نشر الصواريخ بشكل أساسي لتبعث رسالة إلى الغرب وتصور بيلاروسيا على أنها متواطئة بشكل متزايد في الحرب. قال مركز تنسيق المشترك بقيادة الأمم المتحدة إن 3 سفن قد غادرت الموانئ الأوكرانية ظهر اليوم، وذلك بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في اليوم الثاني من الإبحار بعدما علقت روسيا مشاركتها في هذه المبادرة. جاء البيان أنه تمت إحاطة الوفد الروسي علما بذلك، وأفاد البيان أن منسق الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحبوب يواصل المناقشات مع دول المبادرة في محاولة لاستئناف مشاركتها بالكامل في المركز الذي يشرف على المرور الآمن للسفن.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغار إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع، وهي حالياً 1.5% لما يقرب من 3%، وذلك في عام 2023. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قروض دنماركية مدعومة بقيمة 3.4 مليار يورو لدعم الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة في سياق تأثرها سلبا بتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبموجب الخطة التي ستديرها هيئة الأعمال الدنماركية، سيتمتع المستفيدون بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والتدفئة المحلية لجميع أنواع الشركات التي يديرها موردو الطاقة، وبدعم ميزانية إجمالية قدرها 29 مليون يورو لموردي الطاقة من أجل تغطية تكاليفهم الإدارية المرتبطة بتأجيل دفع فواتير الطاقة. طلبت الحكومة اليابانية رسميا من الأسر والشركات في جميع أنحاء بلادها توفير الكهرباء هذا الشتاء بعد طلب مماثل في الصيف، وذلك وسط مخاوف بشأن أزمة الطاقة المستمرة. تعتزم الحكومة منح نقاط للأسر التي خفضت الاستهلاك الشهري للكهرباء بنسبة 3% أو أكثر مقارنة بالعام السابق بالتنسيق مع أنظمة نقاط المكافأة في المرافق. من جهتها ذكرت وزارة الاقتصاد أيضا أنها تعتزم تسريع الجهود لإعادة تشغيل المفاعلات النووية التي تفي بمعايير الأمان الصارمة، والتي تم تنفيذها بعد الكارثة النووية عام 2011، والتي نجمت عن زلزال وتسونامي هائل في شمال شرق اليابان كطريقة أخرى لضمان استقرار إمدادات الطاقة. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة في بلاده من إمكانية فرض ضرائب مرتفعة على أرباحها الضخمة ما لم تقم بزيادة الإنتاج، سعيا لخفض أسعار الوقود. وقال بايدن إن الشركات لم تجني الأرباح نتيجة لإنجاز مبتكر قامت به، وإنما بسبب الحرب الأوكرانية، محذرا من فرض قيود على عمل تلك الشركات، لكنه لم يحدد طبيعة هذه القيود والتي ستحتاج موافقة من الكونغرس. وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن هذا يأتي بينما بدأ المواطنون الأمريكيون يواجهون تزايدا في أسعار الوقود مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر المقبل. ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تعمل على تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، متهمة واشنطن بالتحضير لحرب نووية ضد بيونغ يانغ. أضافت وزارة الخارجية أن واشنطن ستدفع الثمن إذا تم استخدام القوة ضد بيونغ يانغ، لافتة إلى أنه بسبب التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي قامت بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تحولت شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة ساخنة. تعهدت السلطات في كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق سريع بشأن حادث التدافع الذي وقع في سول، ودعت إلى اتخاذ إجراءات سلامة جديدة صارمة لمنع وقوع كوارث مماثلة لتلك التي حدثت في العاصمة سول قبل أيام، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات خلال الاحتفال بعيد الهالوين. وقال المفوض العام للشرطة الوطنية إن السيطرة على الحشود في مكان الحادث كانت غير كافية، وأشار إلى أن الشرطة
ستجري عمليات تفتيش وتحقيقات مكثفة في جميع الجوانب دون استثناء لتوضيح حقيقة هذا الحادث. كما أقر كيونغ بوجود قصور في استجابة الشرطة للسيطرة على الحشود، وتعهد بالتحقيق الدقيق في الخطأ الذي حدث ومن المسؤول عنه. تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بإصلاح نظام اللجوء البريطاني المعطل، وذلك بعد رفضها لدعوات للاستقالة بسبب استجابتها لأزمة المهاجرين. مع انفاق الحكومة 6.8 مليون جنيه استرليني يوميا على وضع المهاجرين في الفنادق، أصرت برافرمان على أنها كانت محقة في طلب مراجعة الطريقة التي يعمل بها النظام. We have seen an unprecedented number of attempts. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، والذي يأتي على رأس أولويات الوزارة، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو من خلال إنشاء مدارس جديدة. وأوضحت الوزارة أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت 0.5 مليار جنيه. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا مساء اليوم بعنوان قانون الأحزاب السياسية، وذلك لمناقشة الحياة الحزبية في مصر والمراحل المختلفة التي مرت بها، إضافة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية. يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن، والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة خلال الفترة القادمة. استقبل حزب الغد وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع. تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الغد في الحوار الوطني في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي لمناقشة المعوقات التي تعرقل دور منظمات المجتمع في دعم مسيرة البناء والتنمية. وقد خلص هذا الصالون إلى عدد من التوصيات، أهمها فتح مقرات المنظمات المغلقة بالإضافة إلى تهيئة المناخ السياسي وتفعيل دورها كضلع رئيسي للدولة للقيام بدورها الوطني. الدور اللي بتقوم به جماعات المجتمع المدني برضو يعني في أحيان كثيرة بيقتصر على تقديم الإعانات والهبات دون الدخول في الدور الحقيقي اللي كانت بتقوم به في الماضي، وخاصة احنا كمصر لينا دور ودور وتاريخ الجماعات الأهلية في مصر تاريخ قديم جدا جدا، يمكن احنا من أوائل الدول في المنطقة اللي حوالينا كانت منشأة جماعات أهلية في مصر. فبالتالي احنا النهاردة المناقشة أسفرت عن ان احنا ماشي، هو في دور لابد انها تقوم به المؤسسات التشريعية والدولة المصرية، بالتالي لابد أن يكون هناك دور من داخل الجامعات الأهلية، دور داخل المؤسسات التشريعية قامت بهذا الدور. شفنا التعديلات اللي تمت في قانون الجامعات الأهلية وقد إيه الحوافز التي منحت لجامعات المجتمع المدني. شفنا الدور الأخير اللي قام بيه وكان يمكن صاحبة المبادرة فيه كان مجلس الشيوخ بتمديد فترة تقنين الأوضاع للجامعات الأهلية، لأن كان القانون حدد ميعاد لتقنين الأوضاع ولم يعني يتقدم لتقنين الوضع غير عدد قليل جدا، في حين إن داخل المجتمع المصري ما يزيد عن 40,000 جمعية أهلية. والمفروض أن الفترة الجاية هتشهد اتساع لمجال العمل العام وفتحه إلى حد كبير جدا، فبالتالي أنا محتاجة دوت، محتاجة جدا يبقى عندي منظمات المجتمع المدني تشارك معايا في كتير جدا من المشروعات اللي طرحتها الدولة مؤخرا، لأن مين اللي هيوصل للكفور والنجوع والمدن والقرى غير منظمات المجتمع المدني؟ منظمات المجتمع المدني أنا الناس كلها بتتصور أنها المنظمات
المنظمات الحقوقية والدفاعية، منظمات المجتمع المدني دي ضيف واسع بتشمل الجمعيات التنموية، الجمعيات الخيرية، الحقوقية، التعاونيات، نقابات مهنية وعمالية، كل المؤسسات غير الحكومية وغير الهادفة للربح. يبقى أنا عندي قطاع واسع جدا، عندي تقريبا أكتر من 55,000 جمعية أهلية موزعين على كل محافظات الجمهورية، لازم أستغل دول كزراع تنموي قوي جدا، سواء كان بقى قطاعات التنمية المجتمعية، التنمية الاقتصادية، التنمية السياسية، محتاجاهم جدا. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل سياسية عن قانون تداول المعلومات، وذلك بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير. شارك في الجلسة عدد من الحقوقيين والبرلمانيين وناقشوا أهمية قانون تداول المعلومات في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض المشاركون آراءهم ووجهات نظرهم حول هذا القانون. تنظيم تداول المعلومات هيكون جزء من القدرة على مواجهة أي شائعات أو معلومات مغلوطة، إضافة إلى حق المواطن في الاطلاع على بعض الوثائق التاريخية بعد مرور فترات زمنية محددة. فتنظيم البعد المتعلق بالعدد السنوات اللي بيتم من بعدها عملية الإتاحة لبعض الوثائق وغيرها على مختلف التصنيفات، إنه بعض الوثائق ممكن تكون وثائق على جانب أقل من السرية فيمكن إتاحتها بعد فترات أو سنوات معدودة. الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان قامت بذكر هذا المشروع كأحد الاستحقاقات الخاصة بها خلال الفترة الحالية. القانون له درجة كبيرة من الأهمية كونه أحد الاستحقاقات الدستورية وكونه يعني موجود داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إعلان عنها من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة اللي هو إذا تم وضع قانون منضبط يقدر يقدم الكثير لكل المواطنين. مهتمين بالعمل على قانون تداول المعلومات، ده أحد القوانين المهمة جداً بسبب ارتباطه بمصالح المواطنين، بفكرة الاستثمار، بفكرة ان يبقى فيه شفافية من جانب الحكومة والجهات التنفيذية المختلفة، وبالتالي احنا مهتمين بالشغل على القانون ده، وأعددنا مسودة أولية من خلال فريق عملنا، ووجهنا دعوة لعدد من النواب سواء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو من الحزب المصري الديمقراطي، إلى جانب طبعا ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وحقوقيين سواء من منظمات حقوقية أو محامين حقوقيين مستقلين. نظام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بمحافظة بني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني. الحضور كان متميز جدا، ان هو ضم كل الفئات وكل الاحزاب، تمثيل للمرأة وتمثيل للشباب، تمثيل للنقابات وللفلاحين واهالينا في القرى. موضوعات كتير جدا اتفتحت، افكار ومقترحات وتحديات اتناقشناها. من ضمن الحاجات دي كلها حاجات هنستفيد منها احنا كنواب، ان احنا يتم عرضها في المجلسين النواب والشيوخ. النهارده احنا موجودين في بني سويف في اطار الفعاليات اللي بتقيمها التنسيقيه من حوالي 10 أيام على هامش الحوار الوطني، من أجل الاستماع لآراء أهالينا في المحافظات وفي القطاعات المختلفة، في الجامعات، في الاتحادات، في النقابات، حتى داخل مقرات التنسيقية في ورش العمل وفي الصالونات، إثراء الحوار الوطني بمزيد من الأفكار من أرض الواقع. النهاردة كان في لقاء بيضم عدد كبير جدا من المواطنين في محافظة بني سويف، تم مناشد فيه كل القضايا اللي بتهم المواطن في بني سويف، بداية من الصناعة مرورا بالزراعة. شارك في اللقاء ده عدد من رجال الأعمال ومن الصحفيين والإعلاميين ومن النقابات المختلفة، وكمان شارك فيه عدد من ممثلي الجامعات الأهلية والأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي. وقع
وقعت قافلة جامعة طنطا في قرية شبرا بمركز زفتا بالغربية الكشف الطبي على 1126 مواطنا مع صرف العلاج بالمجان. كما قامت القافلة بزراعة 50 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إضافة إلى محو أمية 34 مواطنا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة. نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا في قرية الدايدمون بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جولات التعريف بالمبادرة والاستماع لمطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل المركز. كما ناقش أيضا منسقو مؤسسة حياة كريمة المطالب والمشروعات التي تم اقتراحها من قبل المواطنين، مؤكدين أنه سيتم مراجعتها والعمل على تنفيذ هذه المشروعات. تقوم الحكومة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع توافر احتياطي استراتيجي يغطي فترات طويلة من كافة السلع. جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال ضخ كميات كبيرة من هذه السلع كالأرز والسكر والدقيق في مختلف المجمعات الاستهلاكية وبأسعار ذات أفضلية من الأسواق الحرة، مع التأكد من صلاحية وجودة السلع. بالنسبة لتوافر السلع، الحمد لله رب العالمين، كل السلع موجودة بشكل يومي، بنضخ بشكل يومي من مخازن الشركة عندنا من خلال الشركة المصرية وشركة قبضة. اللحوم الطازجة موجودة عندنا، اللحم السوداني ب 115 جنيه كيلو على إقبال شديد جدا. عندنا حضرتك السلع الأساسية كلها، السكر عندنا الحر ب 13.5، سعر السكر التمويني ب 10.5، سعر الرز التمويني 10.5 والرز الحر 15، وعندنا دقيق سعر الكيلو 11 جنيه موجود برضو بكميات متوفرة كبيرة الحمد لله رب العالمين، أقل من بره بحوالي 30% على الأقل يعني. المواطنون أكدوا تميز جودة اللحوم بالمجمعات وتوافرها ومناسبة الأسعار مقارنة بغيرها من الأسواق الحرة، وأكدت وزارة التموين وجود احتياطي استراتيجي للحوم لمدة عام ونصف وفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة لتفعيل دور الرقابة لمواجهة عدم التلاعب بالأسعار والتأكد من توافر السلع المختلفة. إذا الأسعار كويسة وبرضك بالنسبة للحوم جوه الأسعار كويسة والأسعار هنا تمام، كل حاجة متوفرة والأسعار كويسة. أنا باخد لحوم من هنا على طول، يعني ساعات باجي ما بلاقيش، بس ما بشتريش لحمة غير من هنا، اللحمة حلوة جدا هنا فعلا بالأمانة، يعني اللحمة هنا كويسة جدا جدا. كويس وأسعار كويسة طبعا، لأن بره الأسعار غالية طبعا، فأنا باجي هنا رغم أن ساكن جنب الجمعية على طول يعني. توافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة يأتي استمرارا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين واستمرار حزمة الدعم الاجتماعي الإضافي حتى يوليو من عام 2023. افتتح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين مبنى الدرجة الممتازة ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي. يأتي افتتاح مبنى الدرجة الممتازة والعناية بمستشفى كفر الشيخ العام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية في المحافظة. تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، افتتح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين مبنى الدرجة الممتازة ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام. حققنا حلم كنا بقالنا أكثر من سنة بنتمنى تحقيقه، عملنا ملحق درجة لمستشفى العام. المستشفى العام عندنا هي القصر العيني الرئيسي في استقبال الحالات، كان محتاج إن يبقى فيه الجزء الخاص بالدرجة لأنه أكثر تحديثاً للأجهزة والمعاملة الطبية والتجهيزات الفنية وتواجد استشاريين في كل التخصصات، حرصاً من القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية
وبدعم معالي الوزير محافظ كفر الشيخ ومعالي وزير الصحة والسكان. احنا افتتحنا النهاردة مبنى الدرجة لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى من أهالي كفر الشيخ. ومبنى الدرجة ده معمول على أحدث نظام وأحدث مستوى صحي، ومراعينا فيه كل معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى لتقديم خدمة طبية آمنة للمرضى. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الدرجة الممتازة والاقتصادية بمستشفى كفر الشيخ العام نحو 20 مليون جنيه، ومقام على مساحة 630 مترا مربعا تقريبا. ويتكون المبنى من 5 طوابق ويضم 66 سريرا، وفي كل طابق 10 غرف للمرضى، بالإضافة لغرف الخدمات الخاصة بالممرضين والأطباء. المبنى ده بيقدم خدمة إن شاء الله مميزة لكل القطاع الصحي بكفر الشيخ، ومكون من 46 سرير، وإن شاء الله رب العالمين نبقى جاهدين إن شاء الله نحن نساعد القطاع الصحي بكفر الشيخ بأن احنا نوفر على كل مريض العلاج المجاني وخاضع لقطاع التأمين الصحي الشامل إن شاء الله. افتتاح مبنى الدرجة الممتازة والعناية بمستشفى كفر الشيخ العام يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة، إضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 14.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 12.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19.2%. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر للدول العربية بلغت 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 5.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6%. وقد جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيرادا من مصر، تليها الإمارات. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة قد سجلت اليوم أرقاما قياسية على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث عبرت 86 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.1 مليون طن. وقد أوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بهذه المعدلات غير المسبوقة يعد شهادة نجاح جديد للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة بالملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة. أكد وزير البترول طارق الملا أن الوضع الحالي لأسواق الطاقة العالمية أظهر دور الغاز الطبيعي كمصدر مهم للطاقة، مشيرا إلى استعداد مصر لتكون لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية بعنوان ضمان أمن الطاقة الأوروبي، الفرص والتحديات، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2022. وأشار الوزير إلى رؤية مصر بشأن تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، والمبادرة المصرية التي تبنتها لإنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط منذ 4 سنوات كمنصة فاعلة للتعاون والتكامل في مجال صناعة الغاز الطبيعي. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية 31. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لقمة كوب 27 للمناخ بشرم الشيخ.
روسيا تتهم بريطانيا بالوقوف وراء تخريب خطي أنابيب غاز نورد ستريم في بحر البلطيق. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.